كاينين اللي باعوا يعني الابقار ديالهم اللي كانوا تينتجوا بها الحليب، وكاينين كذلك مجموعه ديال التعاونيات اللي اعلنت على الافلاس ديالها. فهنا تيبقى السؤال مطروح، كيفاش غادي تقدر وزاره الفلاحه انها تسد هذا الخصاص هذا في ظل انه ما يكونش واحد الارتفاع ديال الاسعار يكفي الارتفاع اللي كاين عند مجموعه ديال المواطنين واللي تيعانيوا منه كاملين؟ بعد يعني العجول لاجل يعني اللحوم باش ما تكونش عندنا ذبح ديال العجلات ديال الحليب، هذه كلها مع اجراءات اخرى يعني هي مدققه اللي غادي اللي اتفقنا مع المهنيين. خدامي صباح وعشيه تنجمعوا الحليب تنديروا في الثلاجه هذا تيبرد تنقلبوا بهذا لانكول هذا اللي مزيان تاخويوه اللي ما مزيانش تاخويوه تنطردوه. ودابا حنا جمعنا دابا اليوم راه ما عرف يجي الكاميولا ما جاي ولا ما يجيش.